تعديل جاكسون فينيك التي تم اتخاذها ضدنا، وكذلك العقوبات قد تحولت إلى مستوى آخر، وهذه سلسلة جديدة من العقوبات لعقابنا على أننا دعمنا رغبة الروس في أوكرانيا في العيش الكريم. ولا أريد هنا أن أعيد وأكرر الأحداث، ولكن الجولة الأخيرة والموجة الأخيرة من العقابات تحمل صفة غير مسبوقة، وكما قال بوتين إن هناك حوالي 5000 عقوبة أو إجراء تقييدي، وهذا أكثر من أي عقوبات كانت تفرض ضد كوريا الشمالية أو إيرانيا. ونحن نقول أن العقوبات دائما تقوينا وتعززنا، والعقوبات التي فرضت عام 2014 عندما لم يتمكن الغرب من قبول رغبة وإرادة سكان القرم في الانضمام إلى روسيا، بل قام بدعم الانقلاب غير الشرعي، والغرب تجاهل كل هذه المسائل. ومن المدهش أنه عندما أتحدث مع زملائي الغربيين كانوا دائما يستخدمون تكتيك الإهمال وإهمال تلك المراحل التاريخية غير المرغوب بها من قبلهم، بدءا وما يسمونه باحتلال القرم، هذا ما يتذكرونه فقط. واليوم الاتحاد الأوروبي تبين أنه غير قادر على الإصرار على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها عندما قامت المعارضة بتجاهل الاتفاقية التي ضمنها الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك ظهرت قيادة الميدان مثل ديمتري ياروش، والذي قال بأننا ضد هذه الاتفاقية ونحن نرغب بأوكرانيا خالية من الروس كما قال، وكذلك أن الروس في شبه جزيرة القرم لن يفكروا أبدا كما الأوكران، ولن يمجدوا تلك هؤلاء الأبطال مثل بانديروف على حسب قوله الذين تعاونوا مع هتلر، وبالتالي كانوا يريدون بطرد الروس من القرم. وهذه التصريحات قد سمعت قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء في القرم، وكما رافق ذلك تصرفات موجهة ضد القرم، وهذا ما جرى إضافة إلى المبادرة التي تم اتخاذها في اليوم الأول بعد الانقلاب غير الشرعي، حيث تم اتخاذ قرار بتحييد اللغة الروسية كلغة حكومية في أوكرانيا، وبالتالي هذه المشاعر والأحاسيس قد تحولت إلى إجراءات مناوئة لروسيا والروس. نحن ندرك تماما تفكير السياسيين مثل أليغ تيمبوك، فقد قال بأنه لا بد من اجتثاث الروسية في أوكرانيا، والاجتثاث هذا يعني بأنه لا يجب على الروس الإثنيين بأن يمتلكوا تقاليدهم وعاداتهم ولغتهم. ولكي ندرك تماما ما يجري الآن لابد من تذكر ما صرح به الرئيس زيلينسكي بنفسه، وقد قلت بأن الراديكاليين المتشددين قد دعوا إلى القضاء على الروس في القرم، والرئيس زيلينسكي قال في العام الماضي إن كنتم تشعرون بأنكم روس وتريدون الصداقة مع روسيا إذن فلتغادروا إلى روسيا، وهذا جرى قبل عدة أشهر فقط. وبالعودة إلى العقوبات، فنحن نرى أن تلك الإجراءات التي
يضعها الرئيس والحكومة الروسية، يتم الإعلان عنها بشكل مستمر، وهذه مجرد إجراءات مبدئية لإعفاء الاقتصاد. وكما قلت قبل عام 2014 قد قمنا بكل الإجراءات للتعويل على قوتنا وقدراتنا بنفسنا. وكما تعلمون اليوم فلا يمكن حتى أن نقارن هذه العقوبات من حيث سعتها بما كان في عام 2014. وأيضا تعويلنا على الغرب قد انتهى تماما، وبالتالي نعول فقط على الأصدقاء والدول التي بقيت إلى جانبنا، وهذه النتيجة الأساسية والرئيسة بالنسبة لروسيا ضمن إطار السياسة. وأعتقد يبدو أن الثقافة الروسية لقد اعتادت على أنها جزء مما يسمى بالقرية العالمية. هذا يعني أن الدول مترابطة بين بعضها البعض، الناس يتنقلون. هل سوف تتغير الحياة في روسيا في ظل هذه العقوبات على مدى طويل؟ كما قلت، إن تقييم ما يجري من وجهة نظري تدل تماما وبوضوح على أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة العالم إلى أحادية القطب، وهي لن تصبح بالقرية العالمية، وإنما ستصبح